برجك بالصحة. برجك بالصحة. صبحكم مزيان بالصحة مليان. هيا عدلي الموجة شوية وركزلي مع برجك في هالصبحية. الحمل تستحق اليوم انه تكون اجتماعي برشا وتبعد على المحادثات اللي تنجم تكون ماهيش مفيدة واللي تنجم تضيقلك من دايرة خبرتك. حاول تركز مليح على الحاجات اللي نجموا يفيدوك يا حمل. الثور ما تتهورش وجازف اليوم ورد بالك من المواجهات والعدوات وخليك هادي. تنجم تكون في حالة هدوء وانسجام مع الاخرين يا ثور. الجوزاء صحيح انت عندك القدرة باش تنجز برشا مهام، اما زيدا صحتك تجي قبل كل شيء يا جوزاء. السرطان قاعد تخمم في امور عندها علاقه بالترفيه وبالجو، ولكن زيدا ما تخليش الحماس اللي تتمتع به يتحول لتهور واندفاع يا سرطان. الاسد خليك متفائل وحاول توصل لبعض الحلول والقرارات الجذريه والحاسمه، وخليك صابر على قد ما تنجم باش تشوف نتائج القرارات اللي خديتها يا سيدي. العذراء نهير مزيان كان قمت بالمطلوب منك، ينجم يكون عندك طاقه ورغبه مرتفعه وقويه في النجاح والتفوق يا عذراء. الميزان حافظ على ممتلكاتك وخليك ديما بخودون، ما تخلي حتى حد يعديها عليك ولا يستغلك، خليك ديما واجد ومركز اكثر يا ميزان. العقرب تنجم تميل اليوم باش تاخذ القرارات بناء على عواطفك، اذك علاش خليك ديما متوازن ما بين العاطفه والعقل يا عقرب. القوس ديما على كلمتك وعارف اش تقول، ما تخليش روحك تتعرض لاي محاسبه ولا انتقادات ولا اللوم عليك يا قوس. الجدي نجم تتطلب منك المساعده ولا نصيحه، ولا نجم زيدا يستشيروك في بعض الامور العمليه، تنجم لهنا تجاوب معاهم وتقدم لهم ايدي المساعده يا جدي. الدلو الوقت مناسب وحلو باش تظهر قدراتك للناس الكل، وتنجم تلقى التقدير بشرط الاستعداد الباهي والاراده اللي عندك يا دلو. الحوت تنجم تتشغل برشا بمعالجه بعض الاخطاء السابقه، ولا تنشغل بمواجهه بعض الامور باش تصحح الاوضاع والطريق اللي مريت فيه في الماضي القريب يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم، نور تقول لكم إن شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.